اليوم اجانا واحد من اتقل الجيمنج لابتوبس بالعالم، واللي بدكم تحذروا بالكومنتس قد ايه وزنه، ومشكلته مثل ما سامعين بضل يزمر بدون ما يعطي اي شاشه ابدا، وموستلي هاي المشكله بتكون بسبب بطاريه البايوس، واللي مصلحه باللابتوب قبل هيك، وشوفوا بطاريته اكبر من راسي، خلينا نفتحه ونشوف شو المصايب اللي راح نلاقيها. مبدئيا نسيب موضوع التزمير على جنب، اللابتوب محتاج لصيانه دوريه من الاخر، واللي عجبني بهذا اللابتوب صراحه انه قد عمره كتير قديم. اول شي خليني افرجيكم بطارية البايوس المصلحة كيف ملزقة، وهذا اشي كتير غلط، احنا لحمناها ورجعناها واموره 100%. خليني اكملكم، هذا اللابتوب كتير قديم، بس كمية التكنولوجيا اللي موجودة فيه من هداك الوقت طلعوا اول اشي كمية الغبرة اللي موجودة، قد اللابتوب صار له مش مفتوح. المهم باقيين حاطين فيه تكنولوجيا مرتبة، يعني تخيلوا انه بنحط فيه 3 هاردسكات مع بعض، هذا غير الام سات الموجود وغير كل اشي موجود جوا. فبالنسبة هذا الجهاز لوقته كان ثورة، وما احكي لكم قدي فرطه فرفط روحي، يا الله شو فكه زنخ. المهم ان اضطرينا نفك كل شي كل شي كل شي كل شي عشان نفتحه. انتوا بس شوفوا لحظة الانتصار، واللي فاجأني بس فتحته انه اللابتوب عليه كرتين شاشة، وكمان بتقدر تفكهم عن اللابتوب، وهذا الاشي كتير نادر. يعني بتخيلهم عملوا هذا الموضوع انه على اساس انك تقدر تعمل ابجريد للكرت الشاشة تبعك، بس ما اتوقع انه زبطت معهم كتير. وما تشوفوا معجونة التبريد التي تصرخ في الزاوية. صحيح مين بيحذر قد ايه عمر هذا اللابتوب؟ هو نوعه دل، بس دل شو؟ ما ندري. شو موديله؟ ما ندري. المهم هلأ صار لازم تكتبوا لنا بالكومنتس قد ايه عمره وقد ايه وزنه، وشوفوا كمية الاوساخ والاترب اللي عم نطلعها. بعد ما نظفنا كل شيء هلأ عم نحط ثيرمال بيست جديد على الكرتين علشان نرجع نركبهم على المذر بورد ونغير برضو للسي بي يو مثل ما انتو هلأ عم بتشوفوا. بس للصراحة قد ايه كان شغله زنخ، قد ايه استمتعت وانا عم بشتغل فيه، لانه دايما حلو الواحد يشتغل اشي جديد اول مرة بشتغله. وهلأ بدنا نعطيها بروسيجر عكسي، زي ما فكينا زي ما حنركب، نتأكد دايما نرجع كل البرامج. وما احكي لكم شو عم بحضر لكم لليوتيوب تشانل، انا لسه ما نشرتها باي مكان، وفي اكم واحد لقطني وعمل لي سبسكرايب، اذا انت منهم ارفع ايدك، واذا بعدك عم تحضر اعمل لايك واكتب كومنت عشان هالفيديو يوصل لاكبر عدد. وهيك بسيبكم بالريزولت النهائية لهذا اللابتوب، وبشوفكم مع وحش جديد.